تضامنا مع الشعب الفلسطيني وما يتعرض له من عدوان وقتل على يد الصهاينة، نظمت كلية الطب البيطري جامعة القادسية بازار الأقصى وبمشاركة عدد كبير من الطلبة والمنظمات الغير الحكومية وكذلك أصحاب المحال التجارية. تزامنا مع تعرض أهلنا في فلسطين في قطاع غزة إلى العدوان الصهيوني، طبعا هذا البزار هو تحت باب دعم المشاريع شبابنا لغرض توسيعها في المستقبل إن شاء الله، ويعود ريع هذا البزار هو لدعم أهلنا في فلسطين. تضمن البازار والذي أقيم على ملعب الكلية أعمال يدوية وحرفية ومواد غذائية مختلفة، حيث خصص ريع هذا البازار إلى دعم الشعب الفلسطيني معنويا وماديا. هذا البازار هو سيخصص ريع لأطفال فلسطين وغزة، ومن هنا نناشد المجتمع الدولي أن يقف وقفة جادة اتجاه العدو الصهيوني، ونقول لا للانكسار ولا للتطبيع ولا للمذلة، بل للأصالة والمحبة للشعب الفلسطيني. تنظيم مختلف الفعاليات والمهرجانات من شأنه تقديم الدعم لأبناء فلسطين وهم يواجهون العدوان الإسرائيلي الغاشم، ويسطرون أروع صور البطولة دفاعا عن فلسطين الكرامة. كانت الفكرة مال البازار أنه نفتح المجال للطلاب حتى يطلعون المواهب مالتهم وإمكانياتهم ومشاريعهم الصغيرة، حتى يثبتون أنهم يقدرون ينمون هاي المشاريع ويقدرون أنه يطورون بها ويصلون للدرجة اللي هم يريدوها، ما يتقصرون على أنه الاختصاص أو شيء اللي هم بخط رايدين أو جاي يدرسونه. شاركت اليوم في بازار الأقصى اللي هو دعم للقضية الفلسطينية اللي صارت. مشاركتي كانت عبارة عن أعمال يدوية تختص بالحجر التركي والسيراميك والريزن. الهدف منها التوعية قبل كل شيء، يعني الأعمال الخاصة أعمال يعني دائما هي اللي مريودة. لازم كل شخص عنده عمل حر خاص به يبدع المهارة، كل شخص الله مكنه بمهارة خاصة به لابد ما أنه هو ينمي هاي المهارة وينميها أزيد وأزيد، ويعني هواي هواي أمور راح تتوفر. لبرنامج صباح الخير يا عراق، صفات حسين، الديوانية.